السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال، وصباح الخير عند الناس اللي الدنيا عندهم صبح، ومساء الخير للناس اللي الدنيا عندهم ليل. موضوع النهاردة موضوع مهم جدا جدا، وخصوصا في هذه الأيام، وهو موضوع المناعة أو الجهاز المناعي في جسم الإنسان. إحنا يعني صحيح وباء كوفيد-19 ده أذانا جامد قوي، وأذى حياتنا، وأذى وأخذ مننا ناس كتير، لكن من الجانب الآخر إن إحنا بسبب هذا الوفاء اتعلمنا حاجات كتيرة، ومن ضمن الحاجات اللي اتعلمناها هو أهمية الجهاز المناعي في جسم الإنسان، وبالتالي أهمية إن إحنا نحافظ عليه، لأن عرفنا إن الجهاز المناعي وقوتنا المناعية، وكلما كانت مناعتنا في مستوى جيد، دي تقريبا السلاح الأضمن والأفضل والأرخص لمقاومة جميع الأمراض اللي بتجينا من غزو البكتيريا والفيروسات والطفيليات وما إلى ذلك. فموضوع النهاردة عن الجهاز المناعي في جسم الإنسان، بيتكون من إيه، هو إيه، وبيتكون من إيه، وبيشتغل إزاي، وما إلى ذلك من المعلومات عن الجهاز المناعي في جسم الإنسان. محضر أنا كده كذا صورة وأشرع عليهم، هو الصور التعليق المكتوبة باللغة الإنجليزية، بس أنا هشرع عليهم باللغة العربية طبعا عشان نقدر نستوعب ايه هو الجهاز المناعي، ونتعلم ازاي بيشتغل في جسم الانسان بطريقته العجيبة، والتقنيات اللي احنا كبشر بنحاول نقلدها بس ما ننجحش احيانا، وبننجح احيانا في نقلد بعضها. يعني هو باختصار كده، جهاز المناعة في الانسان عبارة عن جيش دفاعي، جيش دفاعي متكون من خطوط أمامية وخطوط خلفية، خطوط بتتجاوب بسرعة مع أي غزو خارجي من فيروسات أو ميكروبات. أبسط هذه الخطوط الأمامية الجلد والجهاز التنفسي، الأغشية المخاطية المغطية، لأن تعرفوا أن الجلد السليم ده لا يمكن أي ميكروب أو فيروس انه يعرف يدخل هذا الجلد طالما سليم، هو بس يدخله لو انجرح يقدر يدخل من الجلد، لكن طالما الجلد سليم لا يمكن اي بكتيريا او فيروسات تقدر تخترق هذا الجلد. وده يعتبر اول خط دفاعي بيواجه اي هجوم. وبعدين بعد كده في خط تاني موروث او احنا مولودين به، بنسميها المناعة الطبيعية غير المكتسبة، يعني مولودين بيها، من يعني ربنا مديها لنا كده، على أساس إن لو كان الجلد ده مجروح أو الأغشية المخاطية في الجهاز الهضمي أو في الجهاز التنفسي أو في المجاري البولية فيها مشكلة، وسمحت بدخول الفيروس أو الميكروب إلى داخل الجسم، فبيبتدي الخط الثاني اللي هو جهاز المناعة الطبيعي الموروث غير المكتسب، بمهاجمة هذا الغازي والتعامل معاه والقضاء عليه في يمكن 99 في الحالات من الحالات، ويمكن أقل من 1% أو 1%، ما عنديش إحصائية دقيقة قد إيه، وما فيش حد يعرف قد إيه إحنا في غزو من ميكروبات وفيروسات وقد إيه بنتصل عليه، لكن يمكن أكثر من واحد، أقل من 1 من 10 في الألف اللي بيقدر ينجح من الغزاة إنه يدخل الجسم ويسبب لنا مرض. طبعا أثناء الخط الدفاع الثاني، أثناء التعامل مع الغازي، بيحصل بعض التفاعلات ولكنها لا تصل إلى حد المرض. نفترض العدو ده الميكروب أو الفيروس قدر يتغلب على الخط الثاني، لا ده في خط ثالث. الخط الثالث بقى هو إيه؟ المناعة المكتسبة. يعني إيه؟ الخط الثاني اللي هو الطبيعي بيهاجم أي غزو خارجي، فيروس، ميكروب، طفيليات، أي حاجة غريبة تخش الجسم وعايزة تأذي الجسم بيهاجمها ويتعامل معها. لو نجح ودخل الجسم الفيروس أو الميكروب، اللي بيحصل
بيبتدي بقى الجسم يكون مناعة مخصوصة مخصصة لهذا النوع من الفيروس. يعني الفيروس اللي غزا الجسم أو دخل الجسم وقدر يتغلب على الخطوط الأمامية والمناعة الطبيعية غير المكتسبة، بيبتدي الجسم يشغل الجهاز الثالث وهو جهاز دقيق، وسبحان الله يعني بيقوم بحسابات دقيقة جدا ودراسة الجينات وما إلى ذلك، بحيث بيتعرف بدقة شديدة على النوع الذي غزا الجسم من هذا الميكروب أو الفيروس، لدرجة إن لو الفيروس ده في يوم من الأيام اتحور بيبقى المناعة اللي احنا كوناها دي ما تصلحش ليه، عايزين نكون مناعة جديدة للنوع الجديد. فديت بتبقى مناعة سبيسيفيك، يعني مخصصة لنوع معين من الفيروسات أو الميكروبات التي غزت الجسم، وبتبقى أكوايرد يعني مكتسبة، مش مولودين بيها، لا ده احنا الأول بنتعرض للعدوى بهذا الفيروس أو الميكروب، زي ما بيحصل كده في كوفيد، الناس بتجيلها العدوى وإما ما يحصل لهمش أعراض أو تجيلهم أعراض طفيفة أو أعراض شديدة حسب الظروف عند كل واحد. بعد كده لما بيشفى بالسلامة وبيخف بيكون الجسم كون مناعة ضد هذا الفيروس، وكلنا بنسمع هذه التقارير يوميا وفهمنا إزاي المناعة بتتكون ضد فيروس زي كوفيد أو ضد أي فيروس آخر. فلما الجسم يغزو فيروس أو ميكروب وينجح في اختراق الخطوط الأمامية الأولى واختراق الخطوط الثانية اللي هي المناعة الطبيعية غير مكتسبة، يبتدي الفيروس في هذه الحالة ينجح في أنه يعمل إصابات ما أو ضرر ما للجسم في أول غزو. فالجسم يبتدي، لأن الجسم ما يعرفوش، يبتدي الجسم يميزه ويتعرف عليه ويكون شيء في ذاكرته ضد هذا الفيروس، بحيث يعرف أن الفيروس ده إذا جاء مرة تانية يقدر يتعامل معاه بسهولة بدون ويتغلب عليه بدون ما الفيروس أو الميكروب يحقق النجاح ويصيب الجسم بأي مرض. الخط الثالث ده اسمه المناعة المكتسبة أو acquired immunity، وقلنا ديت بتبقى مناعة مخصصة جدا جدا ومناعة مكتسبة مش مولودين بيها، ومحتاجين نتعرض للغاز ومحتاجين نتعرض للفيروس أو الميكروب مرة أو اتنين عشان نكون مناعة قوية ضده. وهو ده الخط اللي احنا كبشر بنحاول نقلده لما بيجينا فيروس جديد أو ميكروب جديد زي ما حاصل معانا في كوفيد 19 أو في قبل كده في مرض البوليو، وقبل كده في مرض الميسلز الحصبة، شلل الأطفال بوليو والميسلز الحصبة والنكاف المامس وأمراض الإنفلونزا اللي ليها لقاحات حاليا متوفرة، بنستخدم طرق عشان ننتج مناعة مماثلة للمناعة اللي أنا بتكلم عليها، وهو المناعة المكتسبة اللي الجسم بيكونها ضد الفيروسات والميكروبات. ده كده كان ملخص سريع عن المناعة بتاعة الإنسان والخطوط المناعية. الخط الأول المكون من الجلد والأغشية المخاطية التي تغطي الأنف والفم والشرج في بدايته والمجاري البولية في بدايتها والجهاز الهضمي، كل هذه وبعض المواد التي ينتجها الجسم برضو مثل جهاز الهضم. عندنا المعدة بتنتج الـ HCL، حمض قوي بيقتل معظم البكتيريا الضارة. وبعد كده بعد هذا الخط الثاني في الخط الثالث اللي هو بيكون مناعة مخصصة ضد غازي محدد، بحيث لو جه مرة تانية يتغلب عليه الجسم بدون ما يحدث أي مرض أو أضرار للجسم. أرجو أنكم تكونوا خدتوا فكرة عن جهاز المناعة وإيه اللي بيحصل في جسم الإنسان بصورة مختصرة جدا، وأشوفكم إن شاء الله في فيديوهات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.